رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، تفضل الإمام الرجل الهمام على أن أكرمني وشرفه وعظم قدره. أشارت الآية إلى أن الذي يخرج المسلم والإنسان على الإطلاق من التخلف والفساد والانحطاط العمل الصالح، وعملوا الصالحات. والعمل الصالح يتطلب العلم به، فأنت لا تستطيع أن تعمل عملا صالحا نافعا إلا إذا كان مبنيا على المعرفة وعلى العلم. فإذا كان شخص يزعم أنه مهندس ولا صلة له بالهندسة، وأخذ يبني جسرا قنطرة، فإنها لتلبث أن تنهار، وربما أدت إلى خسارة البشر والأشياء. ولذلك في الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه عقد بابا سماه باب في أن العلم قبل القول والعمل. فإذا أردت أن تقول قولا فلا بد أن تكون على علم به وعلى مضمونه وفحواه، وإذا أردت أن تعمل عملا فقبل أن تقدم عليه فعليك أن تأخذ العلم به حتى يكون عملا متقنا نافعا. وهذا الإمام البخاري ترجم لباب من هذه الأبواب بهذه الترجمة وهذا العنوان، وهذا يدل على فقه الرجل، فهو ليس محدثا فحسب، وإنما هو فقيه في الحديث. وفقه الحديث أوصى به الإمام ابن الخطيب، الخطيب البغدادي، أوصى به المحدثين أن يكونوا على فقه بما يروونه من الأحاديث، فلا يكفي أن تكون راوية للأحاديث، بل لابد أن تكون فقيها فاهما لمقاصده ومعانيه. وكذلك وتواصوا بالحق. والإنسان في هذا العالم اليوم الأمم تتحدث عن حقوق الإنسان وعدم العدوان عليه في نفسه أو ماله أو كرامته الإنسانية، وكثرة المنظمات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، وقد ملأوا الدنيا كلاما، ولكن حقوق الإنسان ما تزال ضائعة، لأن الظلم والقوات الاستبدادية في هذا العالم تاب إلا أن تظلم الناس وتعتدي على حقوقهم وتدمر إنسانيتهم وتذل كرامتهم. فهذا العدوان على كرامة الإنسان وعرضه وبدنه
يزال سائد في العالم في الحروب التي تشاهدونها في يوميا. والإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى في القرآن: لقد كرمنا بني آدم. بني آدم كرمهم الله بقطع النظر عن أي شيء آخر، فالذات الإنسانية مكرمة محرمة على الناس أن يعتدوا عليها، سواء الاعتداء على الجسم أو الاعتداء على العرض والكرامة. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونحن نرى الناس يقتلون بعضا بدون حق، العدوان على الذين لا يحملون السلاح، الأطفال، النساء، الشيوخ، المدنيين الذين ليس لهم ضلع في حرب من الحروب. فالحقوق في الإسلام: هناك حقوق لله سبحانه وتعالى، أن تعبده ولا تشرك به، وأن تطيعه بجميع ما أمر به، وتنتهي عما نهى عنه. وكذلك في حقوق الإنسان: الإنسان كما ورد في الحديث: أخو الإنسان أحب أم كريم. فالإنسان من أصل واحد، خلق الله الناس جميعا من نفس واحدة، فليس هذا مخلوق من ذهب وهذا من فضة والآخر من نحاس، لا، الإنسان مساو لأخي الإنسان في كرامته ولزوم احترامه ولزوم إعطائه حقوقه وعدم العدوان عليه. ولذلك فإن المسلمين اليوم هم الذين يقتلون ويعذبون، وتأتي الدول الأجنبية لديارهم وتسلط عليهم الأسلحة الفتاكة بالطائرات بدون طيار وبغيرها. لماذا؟ لأنهم شعروا أن المسلمين اليوم في ضعف فتسلطوا عليهم. لأننا في الجمعية عندنا لجنة الإغاثة، نضيف غزة، وذهبنا بأنفسنا إلى هذه المناطق ورأينا ما لا يوصف أبدا من المصائب، من الفقر، الأطفال عليها، ومع ذلك يقيمون لحفظ القرآن الكريم. تلميذ فقرأ لنا الإسراء الثمن الأول ولم يخطئ فيه خطأ واحدا. وعلى كل حال فنحن الآن مضطهدون في الأرض، ولذلك فعلينا وعلى شبابنا في الجامعات أن يبحثوا في العلم وأن يخترعوا وأن لا يبقوا يستهلكون ما وصل إليه الآخرون، فإننا لنا عقولا مثل عقولهم ولنا مدارك مثل مداركهم، فلماذا نبقى متخلفين نعتمد في أسلحتنا عليهم، نعتمد في بعض أغذيتنا عليهم؟ ولهذا فنحن نرجو من شبابنا أن يهتم بالأرض، فإننا لا نشتري الأرض من الخارج، فعلينا أن نشتغل بلادنا ففيها الخير، تحتاج إلى العمل فقط. ولذلك وعمل الصالحات، الخيرات تأتي من العمل، والضعف والجوع والفقر يأتي من قلة العمل وإهمال الأرض وتربية الحيوان. فلماذا نبقى إلى يومنا هذا لا نكتفي في أرضنا الواسعة بإنتاج الحليب حتى نستورد الحليب من الدول الأجنبية؟ لماذا؟ ما الذي ينقصنا؟ هل ليس هناك مراعي؟ هذا شيء عجيب، لابد أن نسأل أنفسنا. وكذلك الأشياء الأخرى التي نستوردها بكثرة ونحن نستطيع أن ننتجها في أرضنا وبلدنا. العمل أيها الإخوة هو سبيل الخير وكثرة النعم.
أما إذا أهملنا الأرض ويقول الحكماء إن الأرض هي أمنا، كأننا هي التي ترضعنا وتعطينا الخيرات، ولكن بقي علينا شرط واحد هو أن نعمل وأن نكد وأن نجتهد وأن نصبر على المشقات في أعمالنا وفي جهودنا، وأن نصبر على البحث العلمي المستقل المنتج حتى نكون في مستوى هذه الأمم التي تفوقت علينا وأخذت تحتقرنا وتهاجمنا فأصبحنا في تبارية لهم. فلا بد أن نتبع القرآن، أن نكون في صدارة الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول. هل نحن اليوم شهداء على الناس أم هم شهداء علينا؟ يأتون في السماء ويضربوننا. تغلبوا علينا، فعلى شبابنا وعلى علمائنا في الجامعات أن يتجهوا إلى البحث العلمي. وما غلبة هؤلاء اليهود في العالم وهم قلة قليلة إلا بالعلم والبحث، ولهم مراكز البحث الآن في أوروبا في الغرب أكثر من 7000 مركز، أغلبها في أمريكا وفي أوروبا. ما هي مراكز البحوث عندنا؟ تبحث في كل شؤوننا الزراعية، الفلاحية، الصناعية، الدفاع عن أنفسنا، تكثير الخيرات في بلادنا. أنا في الصيف الماضي ذهبت إلى بلاد أسبانيا، فجنوبا إلى الشمال كلها مغروسة بالزيتون، في الجبال مغروسة بالزيتون، وأصبح الدولة الأولى في إنتاج الزيت في العالم. وإذا دخلت مقهى تجد زجاجة من الزيت في كل طاولة، فعليك أن تأكل ما يسمى بالساندويتش بتلك الزيت بدون أن تدفع شيئا. أراضينا والحمد لله كثير. وأنا شاهدت الزيتون يغرس في هذه المناطق ففرحت بها، وقلت لعل إخواننا الفلاحين يتفطنون لغرس الزيتون وغرس النخيل وغرس التفاح وغرس كل الأشياء التي مذكورة في القرآن وتغرس في بلادنا خيرات ونعم، تفطروا إلا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا للخير وأن يرشد أبناءنا إلى طرق البحث وطرق إنتاج الخيرات حتى لا نكون تبعا لغيرنا ونكون في مقدمة الأمم في إنتاج الخير. أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. بعد عصر النبوة لم يكن في عهد النبي سيشبه خوارج
أو شيعة أو السنة والجماعة. هذه اصطلاحات مصنوعة للتفريق بين المسلمين. وقد دعا الإمام ابن باديس رحمه الله إلى أن ننظر إلى الإسلام بنظرته الواسعة، لا بنظرة مذهب أو طائفة أو جماعة أو شخص. الإسلام أوسع من ذلك كله، يسع المذاهب كلها. فإذا كان تبع الخوارج لن يكفرون الإمام علي لأنه رضي بالتحكيم، هل يبقى هذا التفكير ليومنا هذا؟ هل يبقى الناس يكفر بعضهم بعضا؟ أليس عيبا أن يكون في عصرنا هذا والقرآن بيننا؟ الإمام أبو الحسن الأشعري قال: نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة. هذا شيء عظيم، ولكن بعض إخواننا هؤلاء يتساهلون في التكفير والتبديل والتضليل وهم على شيء، ليسوا على شيء من العلم حتى يصلوا إلى هذه الدرجة. فإن التكفير لا يمكن أبدا إلا إذا أنكر الإنسان أصلا من أصول الدين. أما إذا كان له تأويل وتفسير فلا يجوز أن نكفره. هل شققنا على قلبه ووجدنا الكفر؟ ولهذا المسلمون اليوم ما زالوا يتنابزون بالألقاب وبالتكفير ويتشتتون، وهذا الذي يصيبهم بالضعف والهوان والتخلف. ألا متى ينتهي هؤلاء الجهلة من تكفير الناس وتضليلهم وهم على ليسوا على شيء من العلم؟ يقرأ كتاب اليوم من غد يصبح مفتي، يضلل الناس ويدعي العلم وهو ليس من العلم في شيء. ولذلك أنا أوصي شبابنا ألا ينخدعوا بهؤلاء الذين يضللون ويكفرون ويبدعون، فإن هذا يؤدي إلى التفرقة. فكفانا التفرقة القديمة حتى نفرق أنفسنا اليوم ونصنع فرقا جديدة. ينحازون بلباسهم وسلوكهم عن بقية المسلمين كأنهم فرقة أخرى ليست مسلمة، ليست من جماعة المسلمين، ويكفرون غيرهم. هذا ليس من الإسلام شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى تبرأ من الذين يقسمون الإسلام ويقسمون المسلمين إلى طوائف. وبعض الناس اليوم أيضا باسم اللغة باسم الثقافة يريد أن يقسم المجتمع الجزائري، هذا أمازيغي بربري وهذا عربي وهذا تركي وهذا وهذا. نحن نجمع بين الإسلام. إذا أتينا إلى هذه الأشياء نفرق، نتفرق. لكن الذي يجمع قلوبنا ويجمع أنفسنا ويجمع ثقافتنا إنما هو القرآن الإسلام. إذا ذهبنا إلى أشياء أخرى وعناصر أخرى يدعيها بعض الناس لقسمة هذا المجتمع وتكوين دويلات في داخل الجزائر، نحن نرفض هذا ونرفض كل من يدعو إلى التفرقة على أساس من العنصرية أو العرقية أو اللغوية أو الثقافية أو التاريخية. هذه كلها غثاء. السيف الأمر الجامع لنا جميعا إنما هو الإسلام، إنما هو القرآن، إنما هي لغة القرآن التي بها نفهم القرآن لا بدون غيرها. ولهذا نوصي إخواننا الشباب أن يتشبثوا وأن يعتصموا بحبل الله وبالإسلام وبالقرآن، وأن يستمعوا إلى هذه العناصر المفرقة التي تريد أن تقسم البلاد على أساس عرقي أو على أساس آخر من الأسس التي يدعون إليها ويتعصبون لها، ومن وراء ذلك دول أخرى ما زالت تطمع في الجزائر وفي تقسيمها. لم يذهبوا عنا أعينهم، ما تزال تنظر إلى بلادنا لقسمتها وتفريق شأنها. ونحن من عهد ابن باديس
وقبل المجلس دعا إلى أن يكون المجتمع المسلم موحدا، عربا وأمازيغ، فنحن صنعنا التاريخ وعجلنا عجنا دفاعا عن وطننا، وسالت دماؤنا لنشر الإسلام في أوروبا وفي غيرها من العرب والبربر جميعا، بل أكثر الذين كانوا في الجيوش من هذه البلاد. ولذلك لم يتح للبربر المزيغ أن يكونوا دولة إلا الإسلام، جعلها سادة دولة الموحدين، قبل دولة الموحدين، دولة المرابطين، دولة المرينيين، دولة الزيانيين، دولة الحفصيين، هذه كل دول سادتها إنما هو أمازيغ، ولا يفرقون بين الأمازيغ، وكتبوا باللسان الأمازيغ، وكتبوا بالحروف العربية، ولم يكتبوا بالحروف اللاتينية كما يريد بعض الناس اليوم أن يكتبوا الأمازيغية بالحروف الرومانية اللاتينية، الرجوع للحروف القديمة للتفرقة. وجزا الله خير الشيخ الطيب الحاج الذي ترجم القرآن إلى الأمازيغية، لكن كتبه بالحروف العربية، وهو من تلامذتنا في الجامعة، بارك الله فيه. أيها الأخوة، إن الذي يوحد بيننا ويجمع قلوبنا إنما هو الإسلام، إنما هو الإسلام. إذا ذهبنا مذاهب أخرى نضيع في التاريخ ونهلك ولا تكون لنا قيمة بين الأمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الخير، وأن يهدينا إليه، وأن يجعل شبابنا وشاباتنا يتجهون إلى البحث العلمي وإلى العمل الصالح وإلى التفوق بالإسلام والدعوة إليه وعمل الخيرات، أن يتجهوا لحرفة الأرض وخدمتها، فإنها شرف لهم وخير من الفقر والذهاب في البحار للانتحار والموت أذلة في أوروبا. هذا الذي أوصي به شبابنا، وهذا الذي أوصي به إخواننا أيضا وشبابنا في العاصمة كلما أتيحت لي الفرصة. هذا الذي يجمع بيننا يجب أن نحافظ عليه وأن نجتمع عليه وأن نعلمه لأبنائنا، ولا نترك سبيلا للغربيين أن ينسخوا ديننا ولغتنا. فالإنسان إذا فقد دينه وخلقه كما يقول ابن خلدون فإنما فقد إنسانيته.